كل عيكة سايبر اهو يا مملكة، جبتهولك من قفاه. يا اهلا يا اهلا بالفور جي. اهلا 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 وسهلا يا زعامة. انا بس يعني انا مش فاهم اي حاجة، يعني حضرتك بعته جايبني على ملا وشي كده زي ما اكون مقفوش. تقولش على نفسك كده مقفوش ايه، اقعد عايزك اقعد الكرسي اللي في النص ده في النص. ايوه عايزك في طب ايك فك انت، خش زيت الجنازير، مش عايزين كل شويه نشتري جنازير جديده. الجنازير مش زيتها مملكه، مملكه ينفع اقعد اسمع تتكلموا في ايه؟ اه بقول لك بيني وبينك خش. اه ماشي خطه يعني. ايوه ما شاء الله بيحب يعرف كل حاجه. عايزك في مصلحه. خير يا عامل، مصلحه ايه؟ تجيب لك قرفه يا دكتور؟ لا واضح ان ما عندكش غير شاي. فاحلم تفنطز وخلاص. طيب انا فهمتك، انا استاند اب بقى واسيبك مع سنترال افندي. سايبر يا دكتور، كلها اتصالات مشوار. وصل الدكتور معاه لغايه ما يركب. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اجي خير يا زعيمه؟ لازمك فك شفره. تحب اركب لك موبايل اي حد مضايقك؟ اعكر لك شبكه واي فاي المنطقه. انت تؤمر. كلام. لا لا لا، ده انا هاني سايبر. كلام. ده انا اهم مخترق حواسيب في مصر. اديني انت بس الفرصه. في واحد يخصني اتهاك. تعرف لنا مين اللي عمل كده ومكانه فين؟ ما تعرفش قول ما اعرفش. ما اعرفش يعني؟ هي دي التربايه اللي انت جايبني عشانها زعمه؟ طب والله ده انا عاملها وانا قاعد في السايبر. اديني انت بس البيانات وانا اوعدك انك هتنبهر. كداب. والله لا تنبهر يا زعامه. ولا انا ما صدقت الفرصه دي جات لي، نفسي اثبت لك نفسي من زمان. ماشي افتح اللينك عندك على طول. ابهرني يا سيدي. هبهرك حالي. ما انبهرتش لسه. انا لسه اللاب ما فتحش والله يا كبير. ماشي خد وقت. استاذنك ممكن اجيب العده؟ يلا. اه ها وصلت الحاجه؟ اهو بوصل له. ماشي خد شاي. خد شاي. الشاي بتاعنا؟ اه اسلم. وصلت له؟ هوصل له هوصل له. مش منبهر لحد دلوقتي. اهو 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 الانبهار جاي، اهو الانبهار جاي. طب خد شاي. خلصت؟ اهو. مش قلت لك هتنبهر يا زعامه؟